يعيش الإنسان طفولته في وداعة حالمة بين هواية جميلة ومرح بريء، وفي خضم الحياة وحركتها يتعلم وينشغل ويكد ويتقلد مناصب، ثم يعود إلى نفسه من جديد. تلك هي قصة صباح أبو زنادة الطبيبة التي عادت إلى ريشة الطفولة وروح الفن. بداياتي طبعا في تخصصي كمهنة تمريض، خلص فيها البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، واشتغلت 35 سنة في القطاع الصحي على جميع مناطق المملكة. درت اشتغلت في مستشفيات مختلفة، وفي النهاية حسيت إني أحتاج تغيير، خاصة بعد إنه يعني قررت إني أتقاعد من القطاع الصحي. يعتبر التقاعد لدى الطموحين بداية جديدة وفرصة سانحة فريدة وانطلاقة لحياة جميلة سعيدة مليئة بالعطاء والنضج والحيوية والتجربة. وأنا في سنة ثالثة ابتدائي كانت في عندنا مدرسة تربية فنية جدا ممتازة، فشجعتنا وفهمتنا على الألوان وخلط الألوان والرسم، فطلبت مننا نرسم صدف، فرسمت الصدف، فازت لوحتي إنها حطتها في لوحة المدرسة. لكن بعد كده ربنا ما كتب لي إنه تجينا يعني مدرسة تربية فنية يعني عندها الشغف للفن وتعليم الفن، فبعدت عنه. والوالدة كانت تركز الله يرحمها علينا في التعليم يعني المواد العلمية أكثر من الفنية، فبعدت جدا يعني عن الفن التشكيلي. لكن ما زال عندي فرحة النجاح والفوز ما زالت موجودة ومتلززاها، وأنا بزور دائما المتاحف والمعارض، يعني كان نفسي دائما إني أكون فنانة تشكيلية. يجد الفنان نفسه بين تمازج الألوان، وفي حركة الريشة تتحرك أحاسيسه ومشاعره، فاللوحة للفنان حكاية ناطقة وقصيدة بليغة صادقة وملحمة من البوح والوجدان. الفن التشكيلي هو ده لذة إنك تقدر تخلط الألوان وتطلع بألوانك الخاصة، وتبقى يعني هي عنوانك، هي ذاتك، هي على ما يقولوا إلا تدل على شخصية هذا الفنان بعينه. الألوان في الفن التشكيلي هي تلعب دور رئيسي في إنتاج اللوحة. تؤمن الدكتورة صباح أبو زنادة بالمبادرة وبالعمل الجماعي لأنها تعشق روح الفن، فهي تدرك بأن المرأة السعودية قوية بطموحها الذي أثبتت به نجاحها. مجموعة روح الفن تأسست في 2016، كل سنتين احنا بنسوي معرض، وهذا معرضنا الخامس. الهدف من المجموعة، أنا لما بديت أدرس الفن وجيت أنزل للساحة عشان بدي أعرض، الكل يقول لي أنت مبتدئة. طب المبتدئ كيف يعرض؟ كيف يعرف هو فين مستواه؟ كيف؟ فلقيت إنه أصديت من كذا مكان ومن كذا صالة، فقررت إني أنا أكون مجموعة، وأغلب في المجموعة مبتدئات أو في يعني في منتصف مراحلهم يعني في الساحة. فكوننا المجموعة فيها 80 عضوة، الهدف إنه نفتح لهم فرصة إنهم يعرضوا إبداعهم من غير أي تحيز، لا تحيز لمدرسة فنية معينة، ولا تحيز إنهم مبتدئين أو غير مبتدئين. الموهبة الحقيقية تولد ولا تموت، ما دام وراءها أمل يتجدد وطموح يتأكد. لقناة أقرأ من مدينة جدة، منصور جبر.